معي سعد سبيعي ابو غنى ومستعجل يقولون بالكفش الروم. سعد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. لا انت يا وجه السعد على الورد اللي جاء من صدور السعد. ولا انت ولا انت تستاهلون. معك ابو فزاع يا بعد راسي. يا مرحبا يا ابو فزاع. اللهم لك الحمد لك الشكر. انا الان يعني الموقف اللي انت فيه الان مر علي قبل 6 سنوات يوم جابوا لي ولدي فيصل، صراحه مشاعر جدا جميله. كيف شعورك وانت تغني بالقمر اللي عندك ذي؟ مرحبا صالح. اول شيء اشكر اخواني وعلى راسهم اخوي سلطان وبندر اللي جوني هنا في القريه، واخواني الباقيين عبد الله وياسر وخالد والباقيين الصغار كلهم ما قصروا بيض الله وجيههم. واشكر صقور السعد على هالمفاجاه وعلى هالهدايا اللي قدموها، واشكر اداره القناه، واشكركم انتم ايضا الكل شارك في ان غنى تجي للقريه. اللهم لك الحمد، انا مبسوط انت صالح، يعني شعور ما ينوصفه، وانت عارف يا ابو فزاع اكيد بنتي تجيني في القريه بعد هالفتره هذه، اشوف اكيد انها بتعطيني دافع للفتره المتبقيه اني اقدم افضل ما عندي باذن الله. جميل. انا وش اطلب من الجميع يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول ما شاء الله تبارك الله على القمر، ما شاء الله تبارك الله. بدينا سعد لبيه. ما شاء الله نسخه اصليه ما شاء الله. ايوه سعد على حجر. الله يحفظك يا سعد. سعد شوف سعد، انا امس ممكن امس بس ممكن نقول شويه لك، انت صراحه الاسبوع ذا مميز يا سعد، كانت انطلاقه لك مثل ما ذكر الدكتور، وانا شاهدت تغريده الدكتور لك قاعد يتلمس بعض مناطق السعد، يعني انت اسم على مسمى باذن الله لجمهورك كل اللي يتابعونك. احيي فيك تسخيرك لموهبتك في الفقرات، احيي فيك الهويه، انت محتفظ بالهويه. ولو نحن في فتره من الفترات كنا يا سعد والجمهور فهم الموضوع خطا، قلنا يا سعد فك شوي من هالامور، ولكن قلنا لا تكون رسمي من هالامور، انت اثبتت يا سعد انك قاعد تخطط الامور وتخطط لشغلات جميله جدا. تواجدك وحضورك عالي مره. اتوقع انك شخص، والمؤمل انك شخص ناجح وخطواتك محسوبه. اهنيك بالفريق اللي وراه قاعد يخطط واللي قاعد يدعم على راسهم اخوك سلطان، واهنيك انك اخترت شخص اللي هو الذراع اليمين لك اللي هو اخوك الكبير. صحيح. وانا اتمنى من الشباب انه اذا اختار شخص يامن على حساباته وعلى اسراره وعلى مبادراته يختار شخص يا اخو يا صديق مثل الاخ. صحيح. الله يقويك يا سعد. امين وياك يا حبيبي. قاعد تسير بخطى الملك يا ابو غنى، وانت تستاهل الطيب. معك الدكتور فارس يا ابو غنى. يا مرحبا ومسهلا يا دكتور. البقى الله يطول عمرك. اول شيء نذكر الله على غنى، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك خير. وانت تكلمت قبل فانت رجل لماح، حتى سخرت موهبتك الشعريه في الفقرات البرنامج، والدليل ان اليوم كان في زد خيرك. ابدا انت انعزلت يمكن ابو 5 دقائق فكريا، وانتجت قصيده حلب. الله يبيض وجهك وجهك وكلامي فيك او مدحي فيك خارج البرنامج والله شيء قليل، وانت تستحق الاكثر. جعلك والله تسلم يا دكتور فارس، كلامك ثقه تامه انه يعطيني دافع اكبر ويحملني مسؤوليه صراحه في تقديم افضل ما عندي. اما بالنسبه لمشاركاتي في الفقرات بالموهبه، هذا هو الهدف وهذا هو المطلوب مني، واذا ما سخرت موهبتي ولا شاركت فانا ما عندي اي قيمه. اللي ما يستخدم موهبته فما راح يجي منه اساسا اي شيء ثاني، اذا ما جاء منه من موهبته شيء ما هو بجاي منه اي شيء ثاني. هذا الكلام. وزي ما قال اخوي فواز بعد، وراك ما شاء الله تبارك الله صقور السعد على راسهم سلطان وبندر، الله يبيض وجيههم. ومبادراتهم ليست فقط لسعد، والله يعلم الله انا اتواصل مع سلطان، والله انه يقول اي واحد من المتسابقين يحتاج شيء برا انا مستعد اجيبه لعنده. وافين الله يبيض وجيهكم. دائما اطالبهم بان اخواني المتسابقين معي انا وياهم في الحال كلكم سوا. الله يبيض وجيهكم، هذا دليل تربيتكم الطيبه. جزاك الله خير. الله يقويك يا ابو غنى، واسال الله ان الله يحفظ لك بنيتك ويحفظها من العين يا رب. آمين. والله يرزق كل من فقد الذريه الصالحه ان شاء الله. لا انت ابو غنى ولا انت، قواك الله يا حبيبي. ابو